اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات فارس الكوره. الف الف مبروك للمنتخب الارجنتيني ومحبي منتخب الارجنتين. الفوز بكاس فرانكي على حساب المنتخب الايطالي بثلاثيه مع الرقفه النهارده. كلنا سواء انت بقى بتحب الارجنتين بتحب ايطاليا كلنا النهارده استمتعنا بالماتش. الفيديو ده ان شاء الله مش هيكون فيديو طويل, هيكون فيديو صغير هنتكلم فيه ان شاء الله وهنبارك, وهيكون عباره عن برقيه تهنئه لمنتخب الارجنتين ومش هنتكلم في اي تحليل وفي اي تكسيك. النهارده لو تبص على الماتش فالبطوله ديت حقيقه والكاس دوت كان مهم جدا ان الارجنتين تفوز بيه عشان يديهم دفعه في كاس العالم. الارجنتين اللي لسه واخده كوبا امريكا وحاليا اخذت الكاس النهارده من ايطاليا, فده يديها دفعه ان هي تخش كاس العالم بروح معنويه عاليه. النهارده بتتفرج على ميسي في الماتش, النهارده الراجل بيصنع الهدف الاول وبيكون سبب رئيسي في الهدف الثالث اللي صنعه ديبالا في اخر الماتش. فانت النهارده تتفرج على الماتش كله, النهارده احلى ماتش للاعب ليونيل ميسي في الموسم كله. حقيقه احنا كنا مفتقدين للاداء دوت وكلنا كمحبي كره القدم فرحنا ان احنا النهارده شفنا ميسي بيلعب لعب جميل جدا وظهر بمستواه وظهر بوشه الحقيقي. ولكن ايطاليا اللي كانت محتاجه البطوله ديت اكتر من الارجنتين. ايطاليا عشان مش هتشارك في كاس العالم فهي كانت محتاجه البطوله ديت على الاقل تعوضها عن عدم الصعود لكاس العالم, ولكن الارجنتين ختمتها النهارده 3 اهداف يستحقوا التتويج. اكتساح, دفاع منظم, هجوم منظم, خط نص منظم. لا الارجنتين يا جماعه رايحه كاس العالم مش رايحه تهزر, لا رايحين وهيوصلوا لمسافه بعيده في البطوله. واحنا طبعا كلنا كجماهير عربيه نتمنى حاجه شبه كده لان احنا كلنا بنحب منتخب الارجنتين. وبس كده مش عايزين نطول عليكم, الف مبروك لمحبي المنتخب الارجنتيني وهارد لك للمنتخب الطلياني ونشوفكم في حلقات جايه جديده.